نهاركم سعيد، اسمي جوناثان تشارلز وأنا المدير التنفيذي لبنك إعادة الإعمار الأوروبي. كنت مراسلا لمحطة بي بي سي في السابق، وشاركت في العديد من إدارات الأي جي إف قبل ذلك. الآن أمامنا جلسة رفيعة المستوى لمنتدى حوكمة الإنترنت. كنا نشارك في هذه الجلسات شخصيا، كما رأينا في مقطع الفيديو هذا، الإنترنت يزداد أهميته في العالم. أثناء الساعتين القادمتين سوف نتحدث حول كيفية حوكمة الإنترنت والإدارة به. نبدأ من الملاحظات الختامية والكلمة الرئيسية الختامية للأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس، الذي ألقى بها في الإطار السابق لمنتدى حوكمة الإنترنت. Yes, it's good evening. And كيف يمكن التعاون بشكل أكثر؟ إذن أصحاب السعادة والسيدات لدى، نحن في هذا العام والاتصال مع إن هذا يبين أن هو الرقمية تقريبا بين نصف سكان العالم ليس لديهم إمكانية للتعاون يوميا، حوالي نصف مليار طفل ليس لديهم إمكانية للدخول بالدراسة، إن إذا هؤلاء لن يعودوا قريبا إلى المدارس، إن الكثير معرض للعنف والاستخدام. إذن يجب علينا أن نتعلم بأن هذا الوضع والفضاء أن تجزئة الإنترنت ومخاطره موجودة أكثر من أي وقت مضى. إذن أمامنا رؤية لأن أكثر أعمالنا ستكون باستخدام الإنترنت. أنا يجب علينا أن نردم هذه الهوة ونجعل التقنية والتكنولوجيا متاحة إلى الجميع، وخاصة إلى أولئك الفقراء والضعفاء. إن شمولية الإنترنت يجب أن تكون من بين الأولويات لدينا. يجب علينا أن نستخدم الفضاء الرقمي لصالح الإنسان، وأن نقوم بتنمية مستدامة الذين يمثلون حكومات أخرى وقطاعات خاصة وعامة ومجتمع مدني. يجب عليهم التعاون مع هيئة الأمم المتحدة من أجل ردم الهوة الرقمية بين الناس وحماية الإنسان، من ويجب الحفاظ على حرية التعبير وحق الصحة. يجب إذن أن نستفيد من قدرة الإنترنت لخدمة الإنسان. أنادي الحكومات وأدعوها لأن تقوم بالمساعدة في ذلك. إن منتدى حوكمة الإنترنت يلعب دورا مهما على خارطة التعاون والتعامل مع الإنترنت. يجب علينا أن نقوي دور الهندسة المعمارية الرقمية. يجب علينا أن نمول مع الاشتراك مع كل أصحاب المصلحة للتعاون مع الجهات الفاعلة وتطوير
حوكمة واضحة للعالم. نحن بحاجة إلى منتدى مسؤول مثل هذا، هذه المساحة الرقمية الحرة والآمنة لكي يلتقوا مع بعضهم. وأهنئكم على هذه النقاشات التي قمتم بها، وأتمنى لكم النجاح ولمنتداكم القادم. شكرا جزيلا للأمين العام للمتحدة لملاحظاته الختامية لهذا المنتدى. أمامنا نقاش مثير للاهتمام، أما الآن فندعوكم لمشاهدة الفيديو حول الرسائل الرئيسية لإصدار المنتدى هذا العام. هو الأقل تطوراً. نحتاج إلى حلول، الحلول التي تساعدنا في ردم الهوة الرقمية، ومن أجل إدراج هذه الحلول الذين يعانون من الإقصاء وليس لديهم الوصول للإنترنت. 3.6 مليار من الناس حول العالم ما زالوا يعانون من عدم الوصول إلى الشبكة. آسفين لمن كان لديه صعوبة في مشاهدة الفيديو مع الصوت، والفيديو متاح
بالموقع الإلكتروني على الإنترنت. فنبدأ الجلسة الختامية، فأثناء هذه الجلسة سوف نحاول النقاش والجواب على سؤال ما إذا كان الإنترنت جاهزا لهذا العصر الحديث. أرجو كتم الميكروفونات في حالة عدم حديثكم. أهلا وسهلا بالضيوف الكرام، الوزير من كوستاريكا والسيد الوزير من أثيوبيا، كذلك نائب وزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام من روسيا، السيد كشيستوف زوبرت من جمهورية بولندا، مفوض لمنتدى حوكمة الإنترنت للأمم المتحدة، والسيد فيرا سونغوي وكيل الأمين العام المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا. وأبدأ من القول أننا إذا نظرنا للدولة المضيفة لمنتدى حوكمة الإنترنت في السنوات القادمة، أولا بولندا ثم إثيوبيا، معنا السيد الوكيل كشيستوف شوبرت مفوض الحكومة البولندية لمنتدى الإنترنت، والسؤال إلى أين سيتجه تطوير الإنترنت مستقبلا؟ أرحب بكم. بالنسبة لي أريد أن أقول لكم أنه يمتعني أن أتحدث معكم عدة كلمات حول السؤال. إن كوفيد 19 أثبت أن التقنيات الرقمية مرتبطة الآن، أصبحت بحياة الإنسان بشكل مباشر، وأن التقنيات الرقمية الإبداعية والمبتكرة في حالة الجائحة تقوم بتسريع هذه المشاريع التي كانت سابقة. هذه تجاربنا من عدة أسابيع، من عدة أشهر، وأننا قمنا بتسريع كل المقاربة حول التقنيات الرقمية في بولندا وفي العالم أيضا بشكل عام. أقول أن في الواقع هذا أهم بناء للتقنيات الرقمية بالاعتماد على الإنترنت من أهم ما قمنا فيه، وخاصة عندما تحصل حالة الإقفال اللوكداون. هناك التعليم عن بعد علمنا أن البنية التحتية الرقمية لها معنى استراتيجي في هذا اليوم، وأن الفضاء السيبراني وأمان البيانات التي نقوم بها له أهمية كبيرة في هذا العمر. إن تربية مجتمع يتعامل مع التقنيات الرقمية بشكل جيد وله ثقة بهذه الأدوات التي نستخدمها، كما في حالتنا في أوروبا الوسطى والشرقية، فإن مجموعة فيشغراد أو البحار الثلاثة إنما تعمل على تركيز الاستثمار في هذه البنية التحتية الرقمية. أن 60% من الابتكارات هي في مجال التقنيات الرقمية. إذن سوف نبحث عن إجابات في IGF في بولندا وفي المنتديات التالية. شكرا جزيلا، وسأعود إلى معليكم مع سؤال واحد. نحن نرى الدور المتزايد للإنترنت في الأشهر الماضية، ما معنى ذلك بوجهة نظر سعادتك عندما نتحدث عن الحاجة المتزايدة لإدارة الإنترنت؟ ما أراه أنا من خبراتنا وتجاربنا في أوروبا أن الكثير من الحكومات أصبح واعياً بذلك التحول الرقمي، وهذه الاستراتيجيات الآن أصبحت في صدارة احتياجاتهما، وهذا في سياق الجائحة. فقولي إن هذا المستوى من التركيز على التكنولوجيا يساعدنا في
تحويل الاقتصاد رقميا وعدد متزايد من القطاعات يشهد أشكال هذا التنوع والتحول الرقمي. بكل التأكيد سنعود إلى هذا الموضوع في السنة المقبلة في بولندا. هذه العوامل الاقتصادية الرقمية لها معنى كبير وعال. شكرا السيد كريستوف شوبر. إذا سوف تكون إثيوبيا بعد بولندا. معنا الدكتور أحمد أحمد. أود أن أسألك، وأنت وزير الدولة للابتكار والتكنولوجيا في إثيوبيا، أين ترى أنت الإنترنت، وماذا يعني هذا لإدارة الإنترنت وحوكمة الإنترنت؟ أود أن أشكر مستغلا هذه الفرصة باسمي وباسم، أنا نستطيع أن نشارك في مثل هذا اللقاء السنوي لمنتدى إدارة وحوكمة الإنترنت. نحن مثلنا ومثل غيرنا في أنحاء العالم نعرف أن الإنترنت مهم، وخاصة عندما هجمنا لدينا مشاكل مع الصوت. هل نود منك أن يبقى فقط الصوت؟ ربما ستكون النوعية أفضل. نعم، إذن في المستقبل أعتقد أن إمكانية بناء البنية التحتية من وجهة نظر المستخدم، نحن يجب أن نضع قوانين تسمح بسرعة الإنترنت وتوسيع وتعريض نطاقه، ويكون هناك معايير مشتركة. إذن يجب علينا أيضا أن نستفيد من هذه الأدوات الرقمية، خاصة وأن الكوفيد 19 أجبرنا على استخدام هذه التقنيات، ولدينا مبادرات مرتبطة بكيف نتيح استخدام الأجهزة الرخيصة للمستخدمين. أيضا نحن سوف نستفيد من حلول بهذا الشكل. من المنظور السياسي في البداية كانت الإطار السياسي يركز على استخدام الإنترنت وزيادة الوصول إليه ببناء مستدام واضح، والاعتماد على ثقافة عالية لاكتساب المهارات، وكيف أن البرامج والتطبيقات تساعد الطلبة والتلاميذ على استخدام الإنترنت، وأيضا تساعد على تطور الشركات التي أيضا بدأت، فالقطاع قطاعات أخرى بدأت تعتمد على ذلك، وأن حقوق الإنسان مرتبطة أيضا بهذه التقنيات عالية المستوى. شكرا جزيلا لسعادة الوزير. كان نوعية الصوت قد تحسنت فيما بعد. أما الآن فنرجو السيد ماكسيم بارشين، نائب وزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام في روسيا الاتحادية، ما رأي ما عليكم في وضع الإنترنت الآن ومستقبلا؟ شكرا، أرحب بكل من يشاركون في هذه الجلسة في منتدى حوكمة الإنترنت. نحن نشهد تحديات جديدة، ويجب نقل الكثير من أشكال النشاط والحياة إلى الفضاء الافتراضي، وتم تأمين جميع سكان روسيا الاتحادية إلى الإنترنت. الإنترنت يسهل علينا الحياة اليومية،
يتيح لنا الوصول إلى تحليلات البيانات وحتى الإسعافات الأولية اليومية. عملية الرقمنة في التسارع المستمر، وهناك حاجة متزايدة لحماية البيانات الشخصية والأمن في الفضاء الافتراضي. فالسؤال هو، ما إذا كانت الطريقة الحالية بإدارة الإنترنت ستكفي لنا في مجابهة هذه التحديات؟ نحن على اليقين بأن الجواب يجب أن يستند إلى معايير وقواعد السلامة والأمن واحترام حقوق الإنسان ومراعاة قوانين الدول المعنية لإدارة مواردها. نحن مع فكرة وضع وثيقة دولية تنص على أدوار الحكومات والمجتمعات والشركات وانتهاج نهج مشترك موحد تجاه المجتمع. علينا أن نكافح عملية تضليل الأخبار الجارية بواسطة الإنترنت، وضمن الأمم المتحدة يجب أن نحدد الهيكلة والهياكل لإدارة الإنترنت. على سبيل المثال، الاتحاد الدولي للاتصالات قد يلعب دورا في ذلك، ونقترح أن التركيز على العمل على إيجاد الآليات الداعمة للخروج فوق ما هو المكتوب على الورق والاكتفاء بالإقرارات، ولكن العمل بشكل ملموس. وروسيا سوف تقيم بالإصدار المقبل في عام 2025 لمنتدى حوكمة الإنترنت، ونحن نتشرف بذلك. شكرا جزيلا للسيد الوزير، شكرا على الترجمة، هي متاحة فأرجو الاستخدام. نذهب إلى أمريكا اللاتينية إلى نائب الوزير كارلوس. عندما تنظر إلى هذه التحديات التي تقف أمام كوستاريكا، ما هي هذه التحديات التي تواجهكم وتواجه أمريكا اللاتينية؟ مساء الخير للجميع، مساء الخير ونهاركم سعيد. نحن نرى ثلاثة مجالات، نتكلم عن التعليم، نتكلم عن العمل وعن الخدمات الصحية. كل هذه الأشياء، فالعلاقة بين الفقر والوصول إلى الإنترنت، فإن مستوى الدخل بالنسبة للمعطيات السابقة فقد ارتفع. أحد المؤشرات يبين أيضاً أن الوصول إلى الإنترنت يجب أن يزداد 5% بالنسبة للتسجيلات السابقة. أما بالنسبة للتعليم الخاص والتعليم العام فإنها أيضاً مهمة، لأن الوصول إلى الإنترنت سيعطي إمكانية وصول جيدة أيضاً إلى التعليم. وبالنسبة للنساء أيضاً لاحظ الحكومة فروقا في وصول النساء وصول الرجال إلى خدمة الإنترنت. إذن بعد عام 2020 تبين أن التعليم عالي المستوى ممكن أن تكون مؤمنة إذا كان لدينا إمكانية وصول جيدة إلى الإنترنت. إن هذه القدرات غير مستفاد منها بشكل كبير، فإذا هذه الاستثمارات يجب أن ترتكز على الخدمات. إذا
الإنترنت العريض والسريع، وهذه الفجوة الرقمية تزداد، ويجب أن نقوم برد هذه الفجوة المتواجدة. من الضروري الحصول على مهارات تسمح بالتشغيل في عدة قطاعات في اقتصادنا. إذن المعلوماتية والرقمنة الحياة هي شيء مهم، لأن هذا مرتبط أيضا بالتكاليف، بسعر هذه السمارتفونات والحواسيب والمحمولة وغيرها من الأجهزة. إذن بالنسبة لصحتنا أيضا أصبحت الآن تعتمد على الوصول إلى الإنترنت، إذ أصبح الإنترنت أحد المحركات الدافعة لكل هذا التطور وتحقيق كل هذه الأمور. ما هي البدائل لأمريكا اللاتينية ومنطقتنا؟ إن أهدافنا لتحقيق وتنفيذ خارطة الطريق الموضوعة في هذا المجال هي مهمة. غير دول تحصل على 75 إلى 75% من الوصول، وتأكدوا أن دول مثل الهند والصين التي هناك الوصول إليها إلى الإنترنت هو أكبر. إذن الهدف إلى شمولية الإنترنت يجب أن يكون إحدى مهماتنا الرئيسية. شكرا جزيلا للسيد نائب الوزير. أما الآن وكيلة الأمين العام المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية الإفريقية فيرا سونغو، أمامنا التحديات خاصة، ما أشكالها فيما يخص إدارة الإنترنت؟ شكرا جزيلا يا جوناثان، نهاركم سعيد، مساء الخير لمن لكم مساء. شكرا على إشراكي في هذا النقاش المثير للاهتمام، لقد سمعنا الكثير في هذا المجال. فيما يخص القارة الإفريقية فهناك ثلاثة أشياء رئيسية نحن كاللجنة الاقتصادية نركز على زيادة الوصول إلى الإنترنت وهذا التواصل، وهذا الوصل مهم جدا، حتى لو كانت هذه الشبكة موجودة في إفريقيا فهي فائقة التكلفة، وهناك من لا يستطيع تحمل هذه التكاليف فيجد خفة التكاليف إيصال الإنترنت بالمستخدمين. أيضا سرعة الإنترنت كما رأينا اليوم، فمجرد دخول موقع إلكتروني إفريقي قد يستغرق دقيقة ونصف من الوقت، لأن الوصول أو الشبكة العريضة النطاق غير موجودة. أيضا الإحصائيات المخوفة، نصف القارة الإفريقية أو ثلثها على الأقل ليس لديها الهوية الرقمية، حتى لو كان هناك الوصول فالسكان غير مؤهلين ومستعدين للمشاركة في هذه الحياة الرقمية. فعلينا أن نتأكد وبسرعة، والتأكد من إدراج هؤلاء الناس في العالم الافتراضي. فمن يفتقد هذا الوصول للإنترنت سيجد الصعوبة أيضا في المستقبل القريب. هذا نراه من في إفريقيا في الحياة اليومية للناس. هناك مثلا هناك عائلات التي فيها شخص واحد من 7 أشخاص أفراد لديه الوصول للإنترنت، فتوسيع نطاق هذا الوصول. إفريقيا تعاني وكذلك أمريكا اللاتينية، نحن كقارة نتمنى أن يتحسن وضعنا. نحن أطلقنا مشروعا مركزا لتعزيز الرقمنة، ويجب عمل كل شيء حسب المستطاع لخلق هذه
البيئة الموحدة في القارة الإفريقية كلها. يجب أن نعمل على حماية الخصوصية وحماية الهوية بالإنترنت لتجنب الفوضى. وأنتهي إلى هنا، وثم ربما سأعود إلى النقاش. شكرا جزيلا. سؤال فقط واحد. أحد أسباب الذي فيه أن أفريقيا عندها كثير هو قلة الاستثمارات، فإذا من أين يجب أن تأتي هذه الاستثمارات برأيك؟ هذا سؤال رائع. فعلنا شيء من أسبوع ماضي، أن قمنا بإدارة لقاء من أجل الذكاء الاصطناعي في الكونغو، ومن أجل إنشاء منصة أفريقية يجب أن نجمع جميع الشركات الكبيرة في القارة، وتضم هذه 6 دول من أجل استخدام الإنترنت المشترك وعملية الوصول إلى الزبون. إذن هي إحدى مصادر الاستثمار، فالحكومات يجب أيضا أن يكون عندها تطلعات إلى مثل هذا العمل في مثل هذا الاستثمار، وإنما الشركات والقطاع الخاص يجب أن يعرف من أين تأتي الأرباح. فلدى أفريقيا أكثر المشاكل مع الاستثمار، وإذا القطاع الخاص بالتعاون مع مؤسسات ومنظمات عديدة سيخفض من تكاليف مثل هذه الاستثمارات. إذا ننظر إلى كينيا ونجد أن هناك عملية وصول سريعة للرجال الأعمال إلى المنجزات العلمية الرقمية واستخدامها. ننظر أن نشغل الجيل الخامس وسعات كبيرة، وهناك مجموعة أيضا تبدأ إلى استخدام 10 جيجا في سرعة الإنترنت. هذا تحدثت عنه يتعلق بكل المجتمع الذي يستخدم. شكرا جزيلا على هذه المعلومات المثيرة للاهتمام. أنا من وجهة نظر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أتمنى أن يشارك في هذه المشاريع هذا البنك، وقد تفيدكم هذه المشاريع الاستثمارية في القريب. أما الآن أنريت أسترهويزن، ما يمكن لمنتدى حوكمة الإنترنت عمله فيما يخص إدارة الإنترنت بشكل عملي مستقبلا؟ شكرا جزيلا يا جوناثان. من هنا أتخذ هذه الفرصة لأشكر الجميع من انضم إلى هذا المنتدى، ولك الشكر الخاص يا جوناثان، وشكرا لبولندا وأثيوبيا واليابان وروسيا، أي الدول المضيفة المقبلة. يجب أن يكون منتدى حوكمة الإنترنت واعيا بأنه ليس لا يعمل في أي فضاء افتراضي آخر بعيد عن الواقع، ولكن قوة الإنترنت هي قوة فعلية تؤهل أصحاب المصلحة في إفادة الآخرين، ولكن أيضا يستطيع الحاق الأضرار بهم. فلا يمكن البقاء على تجزئة الإنترنت. لا نستطيع حل مشاكل الإنترنت في الإنترنت فحسب، بل يجب أن نعمل بشكل شجاع. هناك عدة مقاربات المختلفة فيما يخص مجابهة هذه المشاكل، ومنها مثلا الضرائب العابرة حدود وغيرها من المشاكل. يجب أن نتقدم بشكل شمولي، يجب أن يكون الإنترنت شموليا ويروج لمختلف التقنيات ووجهات النظر والمبادرات واللغات. يجب إشراك مؤسسات ومنظمات وحكومات كثيرة، منها المحلية وتلك الدولية المعنية، في وضع استراتيجيات الخاصة بالإنترنت. الإنترنت ينتشر في كل مكان،
على بعض المؤسسات التي لم تأخذ ذلك في عين الاعتبار الآن يجب الاستماع إلى أصواتها ومعتقداتها وإيجاد لها مكان لدينا في منتدى حوكمة الإنترنت. يجب أن على الإنترنت أن يتغير ويتحول ويتقوى ويعزز قدرته ويعزز علاقاته مع الأمم المتحدة وغيره من المنظمات. لا يمكن للإنترنت أن يفقد هويته ككائن متوازن لمنظمة المتحدة والكائن الكامن فيه أيضا. فهذا المنتدى يجب أن يتوسع ويجب أن يسير في خارطة الطريق. يجب أن ندعم منتدى حوكمة الإنترنت مؤسسياً كمنظمة قادرة على التعاون مع أصحاب المصلحة في كافة أنحاء العالم. شكراً جزيلاً. يبدو لي أن الكثير قد تغير. أتمنى ماذا حصل في عام 2008. كيف ذاكرتي ليست من الأسوأ ما يكون، أنني كنا في فيلنوس وكان هناك لقاء مشترك، ونعرف أن هذا منتدى حوكمة الإنترنت يتطور ويتطور وهو دليل على أهميته. أريد أن أطلب من المتحدثين أن يتعهدوا بعدة كلمات بأسمائهم أو بأسماء المؤسسات التي يمثلونها، كيف سيتعهدون بتطور هذا. أبدأ من السيد كشتوف شوبر. بماذا يتعهد السيد؟ أريد أن أعلق فقط بأننا منخرطين في النجاح في 16 للدورة 16 للمنتدى في مدينة كاتوفيس في بولندا. أود أيضا أن أتحدث عن ما هي منطلقات لIGF، ومن أجل أن نتحدث قليلا أيضا نحن مستعدين للإيحاءات التي تأتي من جانبكم. نحن نود أن يشارك الشباب في هذا المنتدى بشكل رئيسي ولنسمع وجهة نظر الشباب ومقترحاتهم. إذن وسوف ينال أيضا كوفيد 19 دوره من النقاش في هذا مع تبادل التجارب، وأن نتعامل مع البرلمانيين ونتعاون معهم في مجال هذا المنتدى 16 القادم. كما نود أن نشرك إثيوبيا التي ستستضيف المنتدى في عام 2022، أي لكي يتم الاستمرار ببعض القضايا عندما ينتقل هذا المنتدى إلى إثيوبيا. إذن عندما سمعت التحدث الأول في المحور الأول أن هناك قضايا البيئة التي أيضا شاركت في إعداده ستأخذ مكانا في مواضيع المنتدى، ولم يكن في النهاية أود أن أقول أن نحن نفكر بإشراك مجتمعات جديدة منتدى مثل المعلوماتيين الذين أن بولندا منذ فترة ليست بالبعيدة ربحت هذا أسبوع الأوروبي المرتبط بذلك، فأعتقد أننا عندما إعادة بناء الاقتصاد بعد الجائحة جائحة كوفيد 19 سيكون أيضا مواضيع مقترحة للنقاش. إذن الجميع سوف يرون في المستقبل إذا حصلنا في لقاء مباشر إن شاء الله.
لننتقل الآن إلى الوزير أحمد أحمدين من أثيوبيا. ما هي تعهداتك سعادتك أو تعهدات وزارتك؟ شكرا يا جوناثان. لدينا تحديات عديدة كما ذكرت سابقا، نحتاج إلى حلول على صعيد التعاون الدولي. أثيوبيا منخرطة في هذا التعاون ونريد مواصلة ذلك في الإصدار المقبل لمنتدى حوكمة الإنترنت. أيضا الحلول الإقليمية، السعي الرامي لتخفيض تكلفة الإنترنت في الإقليم كله. فيما يخص الدول المحددة وفي حالة أثيوبيا، فإن حكومتنا تبنت استراتيجية التطوير الرقمي لعام 2025. فنحن سنستضيف منتدى الـ IGF في عام 22، وسوف نكون قيد عملية هذا التحول الرقمي، سنحاول حل معظم هذه المشاكل الواردة أثناء جائحة كوفيد 19. أقصد هنا عملية خصخصة شبكة الإنترنت، فلا مركزية سوق الهواتف الرقمية وزيادة الوصول إلى الشبكة وإتاحة قواعد البيانات. وكذلك سنعمل على إدراج قواعد الاقتصاد الرقمي. أثيوبيا قيد عملية إدخال مختلف التكنولوجيات الخاصة بأمن وسلامة الشبكة. سنعمل على زيادة حجم التبادل التجاري الرقمي، ونروج لي سنضع قانونا ينص على الترويج للشركات الناشئة والشركات المبتكرة، وسنشجع على ريادة الأعمال. وأيضا سنعمل على توصيل الكهرباء، الطاقة الكهربائية، وتوصيل الجميع إليها. نتمنى أن قبل منتدى الـ IGF في عام 2022 سنتمكن من حل معظم هذه التحديات. أيضا الطاقة الهيدروكهربائية والطاقة الشمسية والطاقة الجيوفيزية أو الحرارية هي من التحديات أمامنا. شكرا جزيلا. شكرا. الآن ماجين من روسيا، من أود أن تتحدثوا عن تعهدات باسمكم أو باسم بلدكم. ماكسيم بارجيم، هل أنت معنا؟ ربما هو ليس معنا، إذا ننتقل إلى السيد مولينا من كوستاريكا. هل تتعهد بشيء يا سيد مولينا؟ باسمي وباسم كوستاريكا أود أن نتعهد. نحن بلد صغير ولكن لديه أماني كبيرة، أن 20% من أراضينا هي محمية، وأن كثير من الطاقة عندنا هي من الطاقة المتجددة، ونحن نود أن نتعهد بإنشاء شبكة تعليم للذكرى 200 لتأسيس بلدنا، أي أن يكون لكل التلاميذ والطلاب إمكانية الوصول للإنترنت، ولأن الوصول إلى التقنيات الرقمية هو يمكن تسهيل الأهداف الأخرى التي يجب أن
نحققها. نعود إلى فيرا سونغوي، تفضلي. تعهداتي ثلاثة، وفيما يخص النسخة الرقمية لإفريقيا، فنحن تعدينا مرحلة تشخيص 7 ملايين من الأجهزة الموجودة في إفريقيا، وسيساعد ذلك على توسيع الأنظمة الرامية إلى زيادة سرعة التحول الرقمي وتعريف الهوية، هوية المستخدمين. ثانيا، القضاء على كل أشكال عدم المساواة الجندرية. نريد أن تدرس الفتيات أيضا فيما يخص تكنولوجيا المعلومات، وأيضا مسألة حقوق التأليف في الإنترنت. يجب أن نعمل كل ما هو ضروري لتأمين وضمان الأفكار الخارجة من إفريقيا أن تكون محمية، لأن إفريقيا تريد الاستفادة من التكنولوجيات، ولكن أيضا تريد تصميمها. فيجب قبل كل شيء حماية هذه الابتكارية. يجب أن نأتي بإنشاء مثل هذا المجتمع الذي يحمي أيضا حقوق المؤلفين. هذا من تعهداتنا. شكرا يا فيرا على ذلك. أنا ريت تفضلي. شكرا يا جوناثان. التعاون مع منتدى IGF، منتدى الحكم، ومع البرلمانيين الذين يلتقون ببعضهم أكثر من مرة واحدة في السنة، هي الشيء الثاني غير تكرار اللقاءات. يجب أن نجيب على خريطة التاريخ التي وضعها الأمين العام للأمم المتحدة، وننشئ منصة يشارك فيها المنتديات الحوكمة مع المؤسسات الأخرى، وتستفيد من الآليات والاتحادات المتواجدة في منتدى حوكمة الإنترنت. أيضا يجب علينا أن نحافظ على هذه الصيغة التي نشأ فيها المنتدى، وأن نبقى في ضمن هذا النقاش الآمن والنقاش المبدع. شكرا لك. شكرا على هذا التعهد، وأنت ستشاركين في جلستنا القادمة. لدينا تعهد آخر من اليابان. اليابان ستستضيف منتدى حوكمة الإنترنت في عام 2023. سيد الوزير، السيدة والسادة، اسمي تاكيدا ريودا. إنه لا شرف كبير أن أتحدث إليكم أثناء هذه الجلسة الختامية. أشكر الأمانة العامة والمجموعات الاستشارية على تنظيم هذا الـ IGF، المنتدى الأول الافتراضي في وقت الجائحة. أشكر جميع المشاركين ولمن ساهموا بأصواتهم في الجلسات. نرى أن قوة الإنترنت تم تأكيدها خلال الجائحة، وحتى في وقت الأزمة الإنترنت ما لا يزال يجمع بين الناس ويسهل عليهم الحياة اليومية والنشاط الاقتصادي. الإيصال إلى الإنترنت له نتائج إيجابية تغير الحياة إلى الأفضل. فمن الأهمية بمكان أن نضمن الوصول إلى الإنترنت للجميع من أجل المشاركة المشتركة في العالم الافتراضي بغرض تنمية مجتمعاتنا ما بعد الجائحة في هذا العالم الجديد. وفي نفس الوقت نسبة توغل الإنترنت للاقتصادات الدولية تشير إلى بعض المواضيع الحساسة مثل ضمان خصوصية الإنترنت وحماية تدفق البيانات وإنشاء إنترنت واحد موحد.
ومن أجل تمكين ذلك ومن أجل ضمان الوصول للجميع في العالم للإنترنت، يجب أن نروج للتدفق الحر للبيانات، الإنترنت الذي نثق به. لذلك أقمنا هذا المنتدى المفتوح للإنترنت الذي يطيح النقاش الحر وغير المقيد لكل المواضيع ذات الاهتمام المشترك. الأمين العام للمتحدة طرح فكرة إنشاء منتدى IGF Plus الداعم لكل المحاور الأساسية للإنترنت، ونحن ندعم هذا المقترح من سيادته الأمين العام. فيجب إدارة الإنترنت من الأسفل إلى الأعلى، و منتدى حوكمة الإنترنت يتجسد هذه المقاربة بالضبط، فالناس من كافة أنحاء العالم يتعاونون مع بعضهم البعض في هذا الفضاء الافتراضي. هذا التعاون ممكن، شريطة تعلم الكل من الكل. ودولة اليابان ستستضيف هذا المنتدى في عام 2023، سنعمل على تمكين ذلك وتعزيز الإنترنت وتوسيعه ونشره ومواصلة هذا النقاش. وشكرا. شكرا جزيلا على إرسال هذا الفيلم الفيديو، كما نشكر كل المتحدثين الذين شاركوا في الجلسة الأولى من محورنا هذا. والآن أدعوكم إلى الجلسة المحور الثاني، سوف نتكلم عن كيف يمكننا أن نتعاون في بشكل أكثر في عالم الرقم لتمكيننا من واجهة التحديات والفرص العالمية بشكل أفضل في العقد المقبل. المتحدثين ثم رئيس سابق لإستونيا والسيد فابريزيو هوشيد، وكيل الأمين العام المستشار الخاص للاستعدادات للاحتفال بالذكرى السنوية 75 للأمم المتحدة، السيد بنسير رئيس مبشري الإنترنت جوجل، السيد جوران مار بشركة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة، السيدة فاليري بيغان ممثلة الشباب من كينيا، والسيد مانس جران ريد مدير عام GSMA، وأيضا السيد ليمو زينتين وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية. سأبدأ من السيد فابريتسيو هوشليد، وكيف ماذا نفعل لكي يبقى الإنترنت جوهري، وما هي التغيرات التي يجب أن تكون في الإنترنت؟ شكرا جزيلا. يبدو لي أننا في المقام الأول يجب أن نعرف التحديات ونتوحد حولها. كنت أستمع إلى ما قيل في الأيام السابقة، والتحديات الأساسية أمام وصولنا إلى التكنولوجيا الرقمية هو تحدي وتيرة التقدم والسرعة. فالفارق ما بين مدى وصول الإنترنت إلى أوساط ومجتمعات واسعة، فمنذ 25 سنة الماضية صار تحول رقمي هائل لنصف سكان كوكبنا، وأيضا صناع القرار المسؤولون عن السياسات على الصعيد الدولي والإقليمي والوطني هم يروجون لمدى هذا الوصول عبر حكوماتهم. أحيانا يواجهون بعض الصعوبات في إدارة هذه المحاور. هذه الجذور الحرة للإنترنت أحيانا تعرف بأنها أيضا تشكل خطورة أو مخاطر على الحرية، ولكن يا جمعة بكل تأكيد أنت تعرف كتاب السيد الذباب، فليس كل ذلك يؤدي دائما إلى الحرية، ولكن أحيانا أيضا لتقييد هذه الحرية. فنحن نشهد أيضا أشكال مختلفة لإلحاق الأضرار بالأطفال أو انتهاك حقوق الإنسان أو محاولات السيطرة على من
يدافعون عن الأطفال، لكن الإيجابيات أكثر. فالتحدي المشترك لجميع صناع القرار وأيضا لحوكمة منتدى حوكمة الإنترنت أن يتقدم بنفس السرعة أو أسرع، وشق الطريق أمامنا والتقدم بخطوات كبيرة لتمثيل المناطق والأقاليم والمجتمعات المتنوعة والحكومات، خاصة تلك من الجنوب. يجب أن نرتبط ارتباطا أوثق مع الآليات المؤسسية لصناع القرار، فيجب أن نعمل من الأسفل إلى أعلى، ولكن لا ننتهي إلى ذلك. هذا لدينا المؤهلات للقيام بذلك. يجب أن يكون لدينا قادة أقوياء، كما قال الأمين العام غوتيريس أكثر من مرة، نحتاج إلى تمويل مستقر وقدرات أكبر. يجب أن نبتعد أكثر شيئا فشيئا من اللقاءات مرة واحدة، ولكن يجب أن تستمر هذه العملية على مدار السنة. لا يمكننا الاجتماع بهذه الصيغة مرة واحدة في السنة، ولكن يجب أن نعمل بشكل مستمر، وأنا سأدعم كل الجهود الرامية في هذا. شكرا فابريسيو، كانت هذه ملاحظات هامة عن وتيرة العمل واللقاءات في منتدى حوكمة الإنترنت. إذن شكرا على منصبك الجديد. الآن إلى سيدة تمرك هنريك. الآن إلى السيد توماس هنريك إلفيس، الرئيس السابق لإستونيا. ماذا يجب علينا أن نفعل برأيك؟ شكرا. أنا سعيد جدا أن الأمم المتحدة نظمت هذا المنتدى لحوكمة الإنترنت، وهذه عملية بدأت آراء وأفكار جديدة. يجب أن أركز. نسمعك بشكل جيد. أمامنا تحدي جديد، كيف نمكن أن نوسع إمكانيات الإنترنت ونوفره لبقية الناس في العالم؟ هناك أسئلة يجب الإجابة عليها في هذا المجال. إن التحول الذي صار في القرن التاسع عشر والعشرين كان يتم عن طريق الاتصالات والشبكات السلكية، أما الآن ونحن في القرن الحادي والعشرين نحتاج إلى البرمجيات والبرامج الحديثة. يجب أن نضمن الشبكة العريضة النطاق للإنترنت، ولكن أيضا نحتاج إلى أكثر ذلك بكثير. هناك أصحاب مصلحة كثيرون طرحوا أفكارا وحلولا متنوعة مترابطة مع بعضها البعض. نريد أن نتطور بطريقة إنشاء أو إيجاد برامج موثوق بها، وإدراج أدوات لحماية الخصوصية. هذا ممكن، ونحن منذ 20 سنة نعمل على ذلك، وهو شيء في متناول اليد. ولكن هل بالفعل نحن استطعنا إدراج هذه الحلول في سياق حقوق الإنسان وغيرها؟ هذه الحلول موجودة وهي ليست باهظة الثمن وفوق إمكانيات. نستطيع الاستفادة من هذه الحلول الرقمية، ومن المهم أنها سنة بعد سنة هذه التكلفة تصبح أكثر منخفضة.
نحن في دولتنا قمنا برقمنة عمليات الإدارة والحوكمة بشكل كامل، والتكلفة كانت أقل بكثير مما كانت عليها قبل سنوات. بعض الإجراءات غير ممكنة أونلاين مثل الزواج أو الطلاق أو بيع وشراء آخر، أما كل شيء آخر من الإجراءات والعمليات يمكن إتمامها عبر الإنترنت الآن. في على خلفية جائحة كوفيد وفي سياقها يجب العمل على حماية الخصوصية، وكذلك الأهم أن نضمن أيضا حماية اللقاحات، ويجب أن نعمل على تأمين سلاسل تزويد هذه اللقاحات. فهنا الحلول هي متاحة، ودولتي تعرضها بالمجان من البرمجيات، البرامج التي نمنحها كدولة مانحة ونزودها بالدول في العالم. وهذه الأشياء ليست عالية الثمن والتكلفة، وإذا كنا بالفعل نريد إنجاز ذلك، وفي حالة وجود الإرادة السياسية الحقيقية وتحويل هويات إلى رقمية، وأيضا في حالة استخدام أساليب وأنماط التشفير والترميز المناسبة، فنحن قادرون على إنجاز ذلك. الحلول الأحدث متاحة لدينا، حلول بلوك تشين التي تضمن تماسكية البيانات. فمن الناحية التكنولوجية لا توجد عناصر مكونة كثيرة جدا يجب إنجازها. يمكن عمل الكثير من ليلة إلى ضحاها، وفي الأمم المتحدة هذا أيضا ممكن أن يمكن يمكن إدراج ذلك. طبعا يجب العمل على تجنب تجزئة الإنترنت، أي تقسيم الإنترنت بناء أو بالاعتماد على فهمه بطرق مختلفة. هذا انتهى مع انتهاء الحرب العالمية الثانية، وكلفنا ملايين من الأرواح البشرية، ويجب الحفاظ على توحد الإنترنت، وهذه مهمة الأمم المتحدة يجب أن تكون، خاصة في عصر الجائحة والأزمة الصحية. يجب أن نتواصل مع بعضنا البعض في عصر الفيروس من أجل تخفيض تكاليف ذلك على الاقتصادات المقفلة والمغلقة بسبب الجائحة. فإنني قلت إنه لدينا نقاط هامة للغاية، ويجب أن نختار الطريق الذي سنسلكه. يجب أن لا ننسى الاستقلالية وسيادة القانون وتحسين أو تعزيز الثقة في عصر الجائحة. هذه التكنولوجيات الرقمية المتاحة هي قادرة على ضمان الخصوصية والحماية. يجب أن يخدم الإنترنت الناس أولاً، وثم فقط الحكومات والشركات الكبرى. الحقوق الأساسية المنصوص عليها في إعلان الأمم المتحدة لها نفس الأهمية الآن مثل ما كانت عليها في عام 1945 عند إنشاء الأمم المتحدة. شكرا جزيلا إلى سيد توماس هنريك، كانت حديث ممتع ومهم، وخاصة بالنسبة للتوصيل إلى أكثر المتحدثين شباب. فاليريجا ممثلة الشباب من كينيا، كيف ستكون الأمور في عام 2050 مثلا؟ شكرا
لوجودكم على هذه المنصة. بالنسبة لي أنا أهتم أن الشباب ليسوا مجموعة واحدة متماثلة، هم من عدة أماكن، من عدة مناطق، لهم عدة احتياجات، لكن عندما نتحدث عن المستقبل بالنسبة لهؤلاء الناس، فما هي هذه الأهداف التي يستخدم فيها الشباب؟ فمثلا رجال الأعمال، حقوق الإنسان، التثقيف، التعليم، مكان العمل، أو موضوع الجوائح والكوارث. إذن مثل ما الذين سبقون، فإن الوصول إلى الإنترنت يخص الشباب أكثر من غيرهم، وخاصة في أفريقيا فهذا مختلف. إذن إذا أردنا أن نرى الشباب في المستقبل، يجب أن نقول أن ماذا يجب أن نفعل في مثل هذا المنتدى أو بلقاءات أخرى. أنا أستطيع أن أشارك في مثل هذا المنتدى، وأريد أن أحض على توسيع الوصول إلى، فنحن أنا وموريشيا إحدى سفيرات هذا الطرح، نحن سعداء بوجود أناس يعملون في الأمم المتحدة وأناس في تجمعات أخرى ومؤسسات يشاركنا بمثل هذا النشاط. إن بعض مبادرات الشباب يجب التركيز عليها وإظهارها للعلن. إذن لدينا هناك تحالف الشباب المهتمين بالإنترنت، والتي بصوت عالي تعطي رأيها وتعرض مبادراتها. إذن يجب تحسين هذا الوصول إلى الإنترنت، فإذا الناس كما يفعلون في مثل في المجتمع المحلي والمبادرات المحلية، إذا كان له معنى لهذه المجتمعات هو إيصالها إلى مجالات التنفيذ والحديث عنها في منتدى الحوكمة. معروف أن هذا الإنترنت هو يخدم الشباب بشكل كبير، وإذا يجب أن نجلس مع بعض ونتحدث عن هذه الأمور لتحسين المجال، فإن الشباب يفكرون بشكل عالمي ولكن يعملون محليا، هذا يجعلهم أكثر فعالية ونشاطا. نريد الوصول إلى مجتمع معلوماتي يستطيع أن يتحدث مع أقرانه في أنحاء العالم ويشاركهم في طرح المبادرات واستنباط الحلول. إذن هذا هو مهم جدا لهذه المجتمعات. بالإضافة إلى ذلك، نرى أن الشباب يقومون بالمساعدة على توسيع الوعي بالنسبة لحقوق الإنسان، وإن منتدى حوكمة الإنترنت هو مكان آمن ليتواجد فيه الشباب ويتناقشوا فيه عن مواضيع مثل حقوق الإنسان وكيف يخدم الإنترنت مثل هذا الوعي. لذلك فإن الشباب ينظمون أنفسهم بهذه الطريقة. والقضية الأخيرة بالنسبة لرصد ما يحدث في الإنترنت، فإن نتحدث عن عملية إدارة الإنترنت، والإجابة على سؤال وأجيال أخرى من الشباب تستطيع أن بصوت عال أن تتكلم عما تريد. وأنا ممتنة جدا لوجود الإنترنت، أستطيع أن أتحدث مع ناس من كوريا، من فيتنام، من مصر، كل هؤلاء هم شباب في هذا الفضاء يظهرون
فإذا هي هذا فهو فضاء للجميع. في النهاية أريد أن أقول أن مجموعات الشباب من الأقليات تلعب دورا كبيرا في هذا المجال من أجل رفع مستوى التعليم. وأريد أيضا أقول أن ما حصل في كينيا في مجال مدرستنا في عملية إدارة الإنترنت، نحن كشباب نريد أن نشارك في منتدى حوكمة الإنترنت، وسوف نسعى لزيادة عدد الشباب لكي يكون لهم هناك إمكانية تؤثر في هذه المنتديات. شكرا لك. والآن أنتقل إلى بنت هنا سيرف. هناك عدة أولويات قد ظهرت وتحديات أمامنا. ما هو رقم واحد في قائمة الأهمية؟ شكرا يا جنة، أود أن أبدأ ببعض التوصيات وأهني منظمي هذا المنتدى على النجاح الكبير في إقامة المنتدى. أيضا الترجمة هي ممتازة، فأنا ممتن وسعيد بذلك. والآن أود التعبير عن ما قلته سابقا، لكي يبقى الإنترنت آمنا ويحافظ على انفتاحه يجب أن نعمل على ذلك. ولو كنت أنا سياسيا لا طرحت نفس الأسئلة فيما يخص تجزئة الإنترنت، فهذا الموضوع قد ورد سابقا. فهذا بالفعل خطورة على الإنترنت، تجزئة الإنترنت، حرية تدفق البيانات والمعطيات عبر الحدود موجود، ويجب أن نعمل على تجنب آثار التجزئة والقضاء عليها. التكلفة لبعض هذه الحلول ما زالت عالية، فلو سألنا أي إنسان في الشارع ما معنى أو ما أهمية التلفزيون العام، ما رأيك في الإنترنت، ما هي آمالك وتوقعاتك، فالأمين العام للأمم المتحدة غوتيريس قد علق على ذلك بشكل متكامل وعبر عن ذلك بشكل جيد. أيضا موضوع استقلالية الفضاء الافتراضي تم الحديث عنها، وأحياناً يتم تفسيرها بشكل خاطئ. يجب أن نضع بعض الرؤى المحلية، ولكن ليس على حساب تشابك وترابط الحواسيب والشبكات التي تجعل الإنترنت أكثر تفاعلاً وترابطاً فيما بينها البعض. وأيضاً يجب أن نعمل على التنمية المستدامة والمتوازنة والشمولية وضمان حقوق الإنسان في الفضاء الافتراضي. شكرا. لا فين. سؤال سريع، تنظر إلى هذه القضية إذا موضوع جوجل في أفريقيا كيف يمكن أن يحل هذه المشكلة؟ نحاول أن حل هذه القضايا التقنية من أجل إذن الإجابة عنه أن هناك يجب أن يكون الإنترنت سريع وعريض النطاق، وأيضا هناك شبكة من الأسلاك الضوئية التي يمكن
أيضا تركيبها واستخدامها مما أسرع. نحاول أن نسرع التواصل غير السلكي بخمسة جيجا وأكثر بشركة وتخفيض التكاليف، هذا سيخفض السعر إلى الجميع. شكرا يا فينت. ونمر الآن إلى السيد غوران ماربي من شركة الإنترنت. الأسماء والأرقام المخصصة. نفس السؤال، ما هي الأولويات لديك؟ شكرا. دائما يجب أن نسعى جاهدين مع اتجاه الريح، ويجب أن نجاوب على الأسئلة الخاصة بتعريف المشكلة وتشخيصها. هذا المنتدى عالج هذه المواضيع. هناك انعدام الوصول للإنترنت في العديد من المناطق كما قال فينت، ولكن يجب عدم نسيان شيء آخر. كيف نعرف الإنترنت ذاتيا؟ كيف أعرفه أنا؟ هو أن الإنترنت ليس كائنا، ولكنه عبارة عن مئات وآلاف من مختلف الكيانات والمنصات التي تمكن الناس من التواصل مع بعضهم البعض. ويجب عدم نسيان الأخبار المضللة. هذا كله يحدث في هذه في منصات وسائل التواصل الاجتماعي. وعلاوة على ذلك، وعندما ندخل مثلا إلى وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، فنخرج في مكان آخر تماما. نحن نسينا هذا العامل المهم. هناك أشياء تحدث في بيئة مغلقة، ويجب تقديم ردود فعل ونستجيب لذلك. مثلا الإياقات أو عدم القدرة على التنقل من شبكة إلى شبكة أخرى، ننتقل من جزء من أجزاء الإنترنت إلى آخر، وهذا شيء دولي وفي نفس الوقت محلي. عند ابنتي مثلا، إن كانت تريد التواصل معي فهي تقوم بذلك عن طريق منصات التواصل الاجتماعي محليا. فالحركة محلية، الطبيعة، ونحن ندخل إلى العالم الافتراضي ونحول الحلول المحلية إلى تلك الدولية الطبيعة. فيمكن القول إن الناس يجب أن يستخدموا لوحة المفاتيح من أجل فهم ما يجري في الإنترنت. الناس أذكياء. والآن نمر إلى الاستثمارات. أنا من المسؤولية عن الإنترنت، والناس من مختلف أنحاء العالم يجب أن تتاح لهم الإمكانيات للاستفادة من مختلف أنواع منصات الإنترنت. نحن نعمل على المنتديات الافتراضية أكثر وأكثر من أجل تمكين الناس من أجل التوصل إلى اللغة المشتركة الموحدة والواحدة لكل هذه المنصات. نحن لا نستطيع أن نأتي بأي شيء بديل للإنترنت، ولا نريد تدمير الفكرة التي تأسس عليها الإنترنت. كل هذه النقاشات في هذا المنتدى التي استمعت إليها كانت موفقة وناجحة، وأصبح منتدى حوكمة الإنترنت منصة معمقة للحديث عن الإنترنت وفي الإنترنت على الصعيد الدولي والإقليمي.
هو المحلي. شاركت في العديد من المنتديات الأخرى ونحاول تقديم مختلف الخدمات إلى العالم واستعراض فوائدها. في الكثير من الأماكن نفس المشاكل موجودة، ليس فقط في الإنترنت، ويجب نواصل هذا النقاش. شكرا جزيلا يا غوران. والآن إلى متسا غران ردا. سؤال هو: ما الذي يجب فعله من أجل أن نعمق التعاون خاصة مع الدول التي لديها مستوى منخفض؟ هذا لقاء ممتع لنا أن نجتمع معكم. أنا أعتذر أن عندما تتصل ابنتك إرسال معلومات بدل الجلوس بجانبك والتكلم معك، ولكن هذه هي الأحوال. إذن نحن في العمل والصناعات المتحركة هناك مليارات الدولارات في العالم، تجعل أن هناك مسؤولية كبرى في العالم، لأن هذه الاتصالات المحمولة أصبحت هامة جدا في حياتنا. ولكن إذا التعاون المشترك هنا توجد هو كبيرة رقمية، حوالي 50% من العالم هي موصولة في الإنترنت، والنصف الثاني غير موصولة، والجزء كبير متصلة عن طريق أجهزة محمولة. حوالي 4 مليار إنسان ليس لديه اتصال ووصول إلى الإنترنت. أي أظن أن هذا أهم وهو أكبر تحدي، أن 4 مليارات من الناس لا ليس لديهم اتصال. هناك هو كبيرة في التغطية أولا، الذين يسكنون خارج تغطية شبكات الهاتف المحمول. 700 مليون إنسان هو فجوة في التغطية، أما الشيء الآخر هو مرتبط مع نفس الاستخدام، أي أن الناس يسكنون في مكان فيها تغطية ولكن لا يريدون الاستفادة منه. إذن قطاعنا سيفعل ما بوسعه لكي أن يردم هذه الهوة، من أجل أنه في المستقبل القريب أن نقوم بوصل 1 مليار إنسان إلى الشبكة، ولكن هذا أيضا رقم غير مرضي. إذن يجب أن نردم هذه الهوة الكبيرة، هو استخدام، يجب أي نقوم بإقصاء الحواجز التي تسبب ذلك. أخيرا يجب أن ننهي هذا العمل وهذا النشاط. إذن 3 مليارات لا يستخدمون الإنترنت الذي لديه، نقول عن السعر أو قلة المهارات الرقمية أو أمور تخص الخصوصية والأمن، وكذلك انعدام شبكات. لذلك إذا هذا الميل سيستمر، فإذا سيبقى كل هؤلاء الناس خارج الإنترنت حتى عام 2025. إذن هناك طريق هو في عملنا 1.1 مليون دولار نقوم باستثماره في الشبكات، مما يساعدنا على تركيب الأجهزة الحديثة. إذن أحد العاملين في يقوم بإساءة إلى استعمال التليفون. إذن لا نستطيع أن نصل إلى أهداف حتى عام 2000.
25 يجب إذن استخدام التقنيات العالية أن نساعد لحل ذلك. شكرا جزيلا ماتس. وفي الختام أنريت ما يمكن أن يفعله منتدى حكومة الإنترنت لردم هذه القوة الرقمية. شكرا يا جوناثان. من الصعب أن أضيف شيئا لم يقل حتى الآن، فأعود وأكرر أنه يجب لمنتدى حوكمة الإنترنت أن يأخذ في عين الاعتبار وبكل جدية مدى تعقيد هذه المشاكل، ويجب الحرص على إيجاد الحلول الوسط. هناك تنوع الآراء ووجهات النظر الخاصة بكيفية تعزيز الإنترنت وحمايته، وفابريتيو كان أيضا يعلق على ذلك. هناك وجهات نظر تختلف حول مسألة الاستفادة من الإنترنت في العملية الديمقراطية. هناك من يعتقد أن الإنترنت يمكن استخدامه لتقويض بعض الدول المستبدة، وهناك من يعتقد غير ذلك، فهناك خلافات في هذه المقاربة. فيما يخص الوصول أو مدى الوصول للإنترنت، هذا الأمر ليس سهلا، يحتاج إلى الضبط الديناميكي لطيف الإنترنت، ونحن نعلم أن شبكات الوسائل التواصل الاجتماعي هي حلول جيدة، ونحتاج إلى الاستثمارات الحكومية في الشبكة، وهذه العمليات على قدم وساق، ولكن الكثير من هذه من شبكات التواصل الاجتماعي تعاني من التمويل. فأقول أن إيجاد هذه الحلول كما قال الأمين العام المتحدة قد يؤدي بنا إلى الجدار، ويجب العمل على تعزيز الإرادة السياسية وتعزيز التعاون على مستوى كوكبنا ضمن الأوساط الرقمية وخارجها. يجب تعزيز التعاون على المستوى الإقليمي والوطني. لا أعلم إن كان فابريتيو ما زال معنا، ولكن هذه المقاربة من أسفل إلى أعلى مهمة، أن بهذه الطريقة يتم إنشاء الشبكات ويتم التبادل في هذه المنصات محليا في الأوساط المحلية. هذا العنصر المحلي مهم للإنترنت، ولكن لا ننسى التعاون الدولي أيضا. فيبدو لي أن الفكرة وراء منتدى حوكمة الإنترنت يجب أن يرتكز إلى هذه المبادرات المحلية، فنقوم بتبسيط المشاكل ونبقى. شكرا لك يا أنريتا. إذن فعلا التحديات المحلية هي مهمة جدا. الآن الوقت للتعهدات التي سيتعادها المتحدثون، إما بأسمائهم أو بأسماء مؤسساتهم أو بلادهم. أبدأ من السيد الرئيس، ما هي التعهدات اللي يمكن أن يبدأ؟ إذا كان الموضوع يتعلق في أكاديمية التي أنا ضمنها يعني منذ 20 سنة هي موجودة وتقوم بتعليم الناس من كل أنحاء العالم، خاصة الموظفون، عن أسس الرقمنة. أرسلنا ممثلين بدعوات إلى أماكن عديدة في العالم بطلب أو برغبة، وتمويل الحكومي الذي نستلمه
يساعد على عدة زيارات، وهناك أيضا تمويل من الاتحاد الأوروبي، وهناك من مصادر أخرى عالمية. هذا يعني أننا نستطيع أن نرسل ممثلين للمساعدة في أماكن طويلة الأمد ومشاريع تتعلق بالرقمنة في كل أنحاء العالم. إذن اكتساب مهارات أساسية هي ليست فيما يخص استخدام الإنترنت، وإنما المهارات الأساسية التي تتعلق بكيفية الحفاظ على خصوصية الشخصية، كيف يمكن إدماج والمحافظة على المعلومات في الإنترنت. نحن بهذا نختص. إذن كل الحلول التي نستخدمها في بلدنا تعتمد على برمجة Open Door التي هي مجانية. فإذا بالنسبة إلى هذه البنية التحتية يستطيعون بناء نظام وحدهم. نحن نتعاون مع حوالي 30 دولة، وأكاديميتنا دائما تساعد هذه الدول والمهتمة برقمنة الخدمات عندها، سواء كانت عامة أو كانت خاصة. شكرا جزيلا رئيس إستونيا السابق. أما الآن فننتقل إلى أصغر المشاركين عمرا، فاليريا ريغا. ما تعهدك للمستقبل؟ شكرا يا جوناثان. تعهدي أنا وتعهد الشباب بشكل عام يجب أن نكون أكثر، يجب أن يتم تمثيلنا بشكل أوسع في عملية اتخاذ القرارات ضمن منتدى حوكمة الإنترنت، وأيضا من حيث المشاركة في الجلسات عينها، مشاركات ذات الأهمية الأكبر. أيضا التعاون ما بين الشباب على المستوى المحلي والإقليمي يجب أن يتنامى. هذا ما يجب أن يحدث في المستقبل. أما الآن فينسر لماذا تتعهد؟ أود أن أتحدث عن قضيتين. أولا وعدت بأن أقضي وقت أقل أنظر إلى المشاكل وإنما سوف أحلها. إذن يجب أن ننظر إلى الشيء الذي يعمل والشيء الذي لا يعمل ولماذا لا يعمل. أنا قد أوحي بأن فاليري أيضا تحدث عن ذلك. يجب أن يكون هناك انخراط أكثر لعدد كبير في حل المشاكل، فهم الشباب هم يجب عليهم أن يقوموا بالحل. شكرا. إذا يا بنت، أما الآن كورن مارفي، قبل سوف نواصل مدى انخراطنا مع منصة منتدى حوكمة الإنترنت. أعتبرها منصة هامة تمكننا من الحديث معا والتقابل. علينا أيضا أن نعمل مع تعزيز تعاوننا مع مشغلي وموردي الخدمات الفنية والتكنولوجية، لأن الأجهزة الفنية والتكنولوجيات يجب أن تترابط وتتعامل مع بعضها البعض. فهذا أمر تكتيكي استراتيجي نوعا ما. المقصود من ذلك يجب أن نوصل الإنترنت بالجميع بلغته الأصلية وطريقة ترميزه الأصلية. تفضل يا ماتشيما. شكرا. أنا سأربط بما الذي قاله فينت، أي يجب أن نستمع إلى الشباب وأن نتعلم منهم، لأن لديهم ليسوا فقط هم مستقبل، ولكن هم لم يرتكبوا أخطاءنا، فلنستمع إليهم إذن. وعندي أمل أن أصدقائي أيضا من رجال الأعمال سيستمعون إليهم أيضا.
يجب أن نقوم بتحديث التقنيات تعريض الخطوط، فلنستمع إلى الشباب. هذه نصيحة كبيرة. والآن أندريتا، تفضلي إذا كان لديك شيء تقولينه. يبدو لي أن تعهدي الباقي هو أن يصبح الاي جي اف متعدد الأجيال. الشباب نعم يجب إشراكهم، هم يريدون أن يسيروا حيثما لم يصلوا إليه الآخرون، فيجب أن ندعم المنتدى حوكمة الإنترنت. الصورة تنقطع. إذن في الختام أود القول أنه يجب إشراك عدد أكبر من الناس في المنتدى من خارج هذه الفقاعات كما سميناها، أو المناطق التي تبقى خارج الاي جي اف. شكرا، لقد وصلتنا هذه الفكرة. شكرا على صمودكم واستمراركم معنا في هذه الجلسة الختامية والعديد من الملاحظات القيمة. لدينا تسجيلان اثنان مع التعهدات، ولنستمع إلى هذه الفيديو. Excellences, mesdames et messieurs, nous vivons. أيها السادة المحترمون، نعيش في وقت عدم اليقين وقلة الأمان. إذن الأدوات الرقمية هي التي تساعدنا على الوجود في هذا الفضاء الافتراضي. نحن غير واعين للمخاطر التي ترتبط فيها، أي مثلا التضليل الذي يخص الكورونا فيروس، وهناك أيضا الجرائم التي تخص حقوق الإنسان كحق الرأي. نحن من الواضح أن لنا أنه يجب علينا كسب ثقة مستخدم الإنترنت والحفاظ عليها وتشجيع التعاون بين الجهات الفاعلة وتطوير مبادئ حوكمة الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك يجب أن تكون الرقمنة في خدمة الجميع. يجب علينا الحفاظ على فضاء رقمي حر وآمن وديمقراطي. لتحقيق ذلك يجب علينا تكييف قواعد اللعب دوليا، ثم تطبيق القانون الدولي على العالم الرقمي. قد تختلف اهتماماتنا ووجهات نظرنا. المهمة ليست بسهلة ولا سريعة، لكن لا يوجد بديل لها. على مدى الأسبوعين الماضيين أتاح منتدى حوكمة الإنترنت الـ IGF إجراء مناقشات مفتوحة ومتساوية بين جميع أصحاب المصلحة، منها الحكومات والبرلمانات والشركات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية. هذا الحوار ضروري، لكنه لم يعد كافيا وحده. نحن بحاجة إلى المضي قدما وتطوير مساحة يمكننا من خلالها جعل القواعد ملموسة. تعد خارطة طريق الأمين العام المتحدة بشأن التعاون الرقمي خطوة مهمة نحو حوكمة رقمية أكثر كفاءة وقدرة على الاستجابة للتحديات التي نواجهها. إن تعزيز منتدى حوكمة الإنترنت IGF Plus سيكون أفضل طريقة لاتخاذ خطوة جديدة إلى الأمام. على وجه الخصوص يجب بناء جسر بين مناقشات الخبراء وصناع القرار على أعلى مستوى، كما يجب أن نخلق مساحة دائمة تجمع بين هؤلاء الفاعلين الرفيع المستوى. بالإضافة إلى ذلك نحن نعيد إقامة روابط أوثق بين الاي جي اف عالميا ومبادراته الإقليمية والوطنية والشبابية، مثل يورو ديج والاي جي اف الوطني السويسري. مؤسسة جنيف الدولية لها كل شيء
في هذا الصدد. العديد من المنظمات والمؤسسات بما في ذلك أمانة الـ IGF تعمل بالفعل بنشاط على تشكيل الحوكمة الرقمية. بالإضافة إلى ذلك توفر منصة الإنترنت في جنيف معلومات محايدة وتحليلات وبناء قدرات لجميع الجهات الفاعلة في جميع جوانب الرقمية. تود دولة سويسرا أيضا أن تساهم في كسب الثقة في الفضاء الرقمي ولا سيما من خلال حوار جنيف بشأن السلوك المسؤول في الفضاء الإلكتروني. هذا العام أدرج منتدى حوكمة الإنترنت لأول مرة قسما مواضيعيا حول البيئة. نحن مقتنعون بأن منتدى حوكمة الإنترنت الـ IGF يمكن أن يقدم مساهمة أساسية من أجل تسليط الضوء على التفاعل بين الاتجاهين الحاليين الرقمي ومجال البيئة. في هذا السياق وكمساهمة ملموسة ستدعم الحكومة السويسرية إنشاء شبكة تجريبية للسياسات داخل منتدى حوكمة الإنترنت ومخصصة للتفاعل بين رقمنا والبيئة. من خلال هذا المشروع نرغب في الاستمرار في هذا المسار وتعزيز العمل بين الدورات السنوية لمنتدى حوكمة الإنترنت مع المساهمة في الهدف العام لحماية البيئة. نحن على استعداد لدعم الأمم المتحدة ومبعوثها التكنولوجي المستقبلي فضلاً عن مجتمع الـ IGF بأكمله حول العالم لتحويل المنتدى إلى أداة تعاون رقمي أكثر شمولية وعالمية أكثر فعالية بروح IGF Plus التي يدعو إليها الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة. شكراً. شكرا جزيلا. لدينا هناك تعهد أيضا من براند سميث. اسمي براند سميث، أنا رئيس مايكروسوفت. أقول لكم أن هذا الوقت الذي جعلنا نقوم بأعمال سريعة هو شخص يدعونا للعاملين في المجال التقني بأن نستفيد من التقنيات لكي يصبح العالم في على كوكبنا متاح. لذلك نحن لدينا تعهد سريع في مجال برنامجنا إيربند، بحيث نقوم بتخفيض التكلفة وزيادة مجال وسرعة الإنترنت، ليس فقط من أجل الوصول الجميع إلى الإنترنت، وإنما نعطي مهارات لكي يصبح هذا الإنترنت يستعمل بشكل فعال ومفيد وذو جدوى. العمل في المستقبل تتطلب جهود رقمية أكثر من الآن. نحن في شركة مايكروسوفت سوف نريد أن نكسب 5 و6 مليون شخص حتى نهاية هذا العام، حتى يستطيعون سيقومون بتوسعة كسب المهارات الرقمية، وكل عقد من هذه سوف يكون إلى مستقبل من أجل مثل البيئة والتنمية المستدامة. نحن سوف نقوم بمساهمة في تخفيض الأثر الكربوني ونقوم بالتخلص من كل الانبعاث الكربوني من شركة مايكروسوفت الذي وصل حتى الآن، وسوف نتعهد بأن يخدم ذلك كل الناس في العالم، وستكون هذه أدوات يستخدمها كل زبائننا لتخفيض انبعاثهم، إنشاء ما يسمى بالحاسوب الكوكبي الذي يستطيع فيه يستطيع أن يرصد كل التغيرات البيئية لديه. إذن نحن هذا يتطلب عمل وتركيز وتعاون مشترك، وهذا تعاون مع
منتدى الحوكمة حوكمة الإنترنت، نحن فقط لا ندعم الطلب الأمين العام للأمم المتحدة، إما سيكون لنا دور كبير في المشاركة في ذلك. شكرا لك يا بريت سميث رئيس مجلس إدارة شركة مايكروسوفت. أما الآن لننظر إلى الأي جي إف في المستقبل. أرجو الصوت لسيدة وزير مارك ساغورسكي الذي سيتحدث عن الاجتماعنا المقبل في عام 2021. أصحاب السعادة والضيوف الكرام والمشاركون في المنتدى الافتراضي 15 لمنتدى إدارة حوكمة الإنترنت، لو عاد الكاتب الروائي وعالم المستقبل البولندي شحيح ستانيسلاس لام إلى حياته اليوم، فلما فوجئ برؤيتنا جميعا جالسين ومتحدثين أمام أجهزة الكمبيوتر الخاصة بنا. أنا أذكر اسمه لأننا سنحتفل العام المقبل بذكرى 100 على ولادته، وهو اشتهر بشكل خاص بكتابه السولاريس. وعلى مدى العقود الماضية أصبح هذا المؤلف مصدر إلهام ليس فقط للعديد من عشاق الخيال العلمي، ولكن أيضا للمجتمع الإنترنت بأكمله. لقد كتاب ليم الشهير سيبر ريادة ألهم العديد من مبرمجي ألعاب الكمبيوتر على سبيل المثال السيمس. لماذا استخدمت هذا المثل؟ نحن نستطيع في الوقت الذي كان ليم يكتب فيه روايته كانت مدينة كاتوفيتا المدينة المضيفة لأي جي إف 2021 واحدة من أهم المواقع على خارطة تعدين الفحص في بولندا. كنا سنلتقي في هذه المدينة، المدينة مدينة كاتوفيتا التي ستستضيف الإصدار المقبل لمنتدى حوكمة الإنترنت. تحولت إلى مدينة حديثة ولها الكثير، هي نابضة بالحياة وحديثة ومليئة بالتقنيات والابتكارات الجديدة، وهي الميزة التي نريد البناء عليها أثناء تنظيم الاجتماع المقبل لأي جي إف بين السادس والعاشر من ديسمبر المقبل. أنا متأكد بأن هذا المنتدى سيقام في ديسمبر بشكل مباشر، وستتاح لديكم الفرصة لتذوق الضيافة البولندية، خشن الضيافة البولندية. إذن هذا ماذا ما نود أن نفعل؟ هذه الفكرة نريد جلب مجتمعات جديدة إلينا. أتوجه بشكل خاص بكلماتي في منتدى إدارة الإنترنت هذه لكل شاب قائلا، من فضلكم كنوا معنا في العام المقبل، صوتكم حاسم في هذه المناقشة المهمة ونريد أن نسمعه. أي السيدات والسادة، أود أن أتقدم بخالص شكر لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة وأمانة منتدى إدارة الإنترنت على التزامهم وجهدهم في إعداد نسخة 2020 على الإنترنت. مبروك على التنظيم الرائع والاجتماعات الناجحة بشكل لا يصدق. أن أتطلع بشدة لمواصلة حوارنا المفتوح على كل المستويات وفي كل بعد في هذا الوقت الصعب. يعتبر أي جي إف بالنسبة لنا جميعا مكانا مثاليا لإجراء مثل هذه المناقشة والعمل على حلول جيدة وفعالة، وإن أصحاب المصلحة المتعددين والروح الشاملة لمنتدى إدارة الإنترنت، إذن المنتدى الآن هو أثمن ما لدينا. من الناحية العملية أنا وزميلي السيد كشيشتوف شوبرت وهو مندوب جمهورية بولندا لدى الأمم المتحدة من أجل أي جي إف 2021، وبالطبع الفريق بأكمله في بولندا المشارك تحت تصرفكم لأي اقتراحات قد تكون لديكم بخصوص أي جي إف للعام المقبل في كاتوفيسا. أنتظركم جميعا هناك وشكرا جزيلا. شكرا لك.
شكرا جزيلا لسيادتي مالك زابوسكي. أتمنى أن نحضر كلنا شخصيا في مدينة كاتوفيتا البولندية تضامنا مع هذه الفكرة. وبعض الملاحظات الختامية، سيد ليو جين مين نائب الوكيل العام للأمم المتحدة الذي قام بافتتاح المنتدى والآن يختتم مجرياته. إذن تقابلنا في الأسبوع الماضي أيها السيدات والسادة الحضور الكرام، أصدقاء من كافة أنحاء العالم، إنه لشرف كبير لي أن أنضم إلى أكثر من 6,000 شخص من أكثر من 170 دولة شاركوا في هذا الحدث، منتدى حوكمة الإنترنت 2020 افتراضيا معا. هذا كان شعارنا، ونحن استطعنا في تحقيق أهدافه. نحن قابلنا العديد من أصدقائنا، وقابلنا أشخاص جدد، وعرفنا أن العالم ما زال يعاني من أثار الجائحة، وتعاني مجتمعاتنا من اللوكداون، الإقفال الشامل وانتشار الوباء والعدوى. ونحن ننتقل إذن أكثر شيئا فشيئا نحو العالم الافتراضي، من التباعد الاجتماعي إلى العمل عن بعد. وكيل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قال إن جائحة كوفيد-19 سلطت الضوء على أهمية التكنولوجيات الرقمية والتحول الرقمي، ومدى أهمية الحاجة الماسة لأن يقوم الاي جي اف بلعب دور جديد وحديث لمجابهة هذه التحديات. إن هذا النقاش الحيوي الدائر في هذه السنة كان يخص قبل كل شيء مسألة إدارة الإنترنت في عصر عدم اليقين. الاستنتاجات الأهم منها أن لا نستطيع الفصل بين تنمية رقمنا وبين أشياء أخرى. نحن نحتاج إلى تعاون أكثر من أي وقت مضى. هي أمور جوهرية فيما يخص الحوكمة والإدارة، وأيضا فيما يخص البيئة والثقة وإشراك قطاعات أخرى عابرة للحدود وأجيال مختلفة. لذلك علينا أن نتبع النهج المتعدد الأطراف، ونواصل عملية إدراج الكثير من قدراتنا ومؤهلاتنا في هذا السبيل. إنني أقوم باختتام المنتدى 15 لحوكمة الإنترنت. نحن في وسط الطريق، ما زلنا في ولايتنا 10 سنوات التي تم تجديدها عام 2015. خارطة الطريق الرقمية تنص على كيفية مضينا قدما بشكل مشترك نحو خلق أجندة أكثر توحدا وتشخيص المشاكل ومواصلة العمل على ما هو الأهم. وهكذا بدأنا في العام الماضي ونتابع هذا العمل، ومستقبلا سنقوم كذلك بهذا العمل. يجب الحفاظ على هذه استمرارية النقاش ما بين منتدياتنا. تم الحديث عن البيانات والمعطيات كما وبدأ هذا الحديث في برلين العام الماضي. تم إشراك القادة الرفيع المستوى والبرلمانيين وغيرهم من القادة في هذا المنتدى، وأنا متفائل ومتحمس لهذه الأفكار والمقترحات التي طرحت في هذه السنة حول أدوار الإنترنت والتكنولوجيات الرقمية استجابة لجائحة كوفيد-19 التي اجتاحت بنا، وعصر عدم اليقين سعيا إلى قيادة العمار. نرغب البرلمانيين على التعاون الأوثق والتعاون
أفضل بين التحالفات الديناميكية التي تم إنشاؤها مع البرلمانيين حول الطاولة المستديرة. نريد أن نواصل جهودنا رامية نحو توليد التقارير وتوصيلها تسليمها لمنظمة الأمم المتحدة. الروابط القوية على محتوى اختلاف الأصعدة الدولية والمحلية والإقليمية هي مهمة، ويجب أن أشدد على الدور الرئيسي لـ IIS فيما يخص هذا الطابع من أسفل إلى أعلى لـ IGF وشبكة IIS في التطور المستمر. الحكومات والمؤسسات المحلية تستفيد من هذه التنمية الديناميكية. فأنا أرغب المجتمع الدولي في الاستثمار وتأسيس دور NRI أسرة الأمم المتحدة بما فيها لجنتنا، منخرطة في التعاون مع مختلف الشركاء، مما يسمح لنا في تنمية قدرات NRI وتعزيز أدوارها في البيئة العالمية لـ IIF. ويخص هذا العمل الموحد المشترك مع IIF، فمن الممارسات الجيدة هنا المنصات والمحافل والتحالفات الديناميكية التي أثبتت أهميتها بالفعل ومدى تماسك ما نقوم به والتعاون مع الفاعلين الدوليين الآخرين. نقطة أخرى، العملية الطويلة المدى لـ IGF منتدى حوكمة الإنترنت. نحتاج هنا إلى تعاون جيد ووثيق في عصر الجائحة. يتم دعمنا في هذا الوقت، أقصد المانحين المختلفين، وأشكرهم. أشكر أيضا الحكومة البولندية على مساهمتها المالية في دعم الإصدار الجاري للـ IGF. زيادة دور الـ IGF المرئي هذا أيضا ما يساعد في إبراز دور المنتدى عالميا، وحصلنا على دعم هذا الصدد من مختلف الجهات والمنظمات، مما يسمح لنا أن نبقى منصة يجمع الجميع. المنتدى يستفيد من الاستراتيجية الشاملة في الاتصالات تحت قيادة الأمين العام. نتمنى أن نواصل عملنا المشترك على إدراج بنود خارطة الطريق والاستفادة القصوى من دور المنتدى المتزايد. السيدات والسادة، إن جائحة كوفيد-19 وكل الأرواح المفقودة زادت نسبة عدم اليقين في قلوبنا، ولكن في نفس الوقت أظهرت الجائحة لنا الفرص والإمكانيات المتعلقة بالمعايير الجديدة وزيادة دور التكنولوجيات الرقمية في حياتنا اليومية. هذا المنتدى ليس مجرد أول منتدى افتراضي من هذا النوع في هذه السنة، ولكن أيضا نصف المشاركين في هذا الإصدار هم مشاركون جدد يشاركون لأول مرة في منتدى حوكمة الإنترنت. كذلك للمرة الأولى تم بث مجريات هذا المؤتمر في تلفزيون الأمم المتحدة، وانضم إلينا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وألقى خطابه. استضفنا أيضا رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية. كنا نركز على الشباب، وهذا التعهد بالانخراط الأوثق مع الشباب سنواصله في العام المقبل. أقدر تقديرا عاليا
هذا النهج المتعدد الأطراف للجنتنا الاستشارية MIG التي قامت بمجابهة هذه التحديات في عصر الجائحة، وكان أعضاؤها يجتهدون، وقبلت أنا مع أنريتا في بداية هذه السنة، وتحدثنا عن كيفية تعزيز هذا المنتدى، وثم عملنا على تحويلها إلى الفضاء الإلكتروني. أشكر جميع المنظمين ومن ساهموا في إقامة هذا المنتدى في هذا، أشكر الدولة المستضيفة في الدولة المقبلة بولندا وإثيوبيا في عام 2022، ثم اليابان وروسيا في عام 2025، كما عدو الدول الأعضاء الأخرى، على النظر في إمكانياتها لاستضافة المنتدى في عام 2026. أيها أصدقائي الأعزاء، بفضل مساهمات الدول الأعضاء نتمنى المزيد من المشاركة. نحن جاهزون لدعم أصحاب المصلحة ودعم منتدى حوكمة. نحن يا أيها أصدقاء في أزمة ووضع حرج ويجب أن حاسم، ويجب وإنني متحمس ومتفائل بنظرتي على النجاح الذي أحرزه منتدى حوكمة الإنترنت في هذا العام. يجب أن نتقابل ونرى البعض في ديسمبر عام 2021. شكرا على المشاركة في هذا الإصدار من المنتدى. أختتم إلى هون. أشكر جوناثان على تنسيق هذه الجلسة والجلسات الأخرى. شكرا جزيلا على هذه الكلمات الحارة، وهذا أيضا بكل سرور أشارك في مثل هذه الجلسات، ونبقى في بيوتنا في حالة الإقفال، ولكن هذا شيء رائع للغاية أن هذا منتدى الحوكمة الذي سينتهي. سأشكر الجميع لكي تستطيعون الانتظار إلى بولندا عام 2011. شكرا جزيلا للجميع. كلنا نعيش في عالم فيرتوالي وافتراضي. جميعنا نحتاج إلى عالم منفتح وآمن. كلنا نحتاج إلى الثقة، ونحتاج لأن يوثق بنا. لا نحب الرصد والمراقبة، كلنا نحتاج إلى الحرية. كلنا متحدون.